واحد الاخوه ارسل الينا هذا الرجاء: لقد اصبح الاختلاط وتقليد الغربيين عاده في هذا الزمن، حتى تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الاسلاميه، وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاه يسارع اهلها بتزويجها لعشيقها او لغيره خوفا من الفضيحه. والسؤال هو: هل يجوز شرعا للاب او ولي الامر تزويج وليته وهو يعلم انها حامل؟ واذا جاز ذلك، هل تعتبر الفتاه بكرا ام ثيبا عند كتابه عقد النكاح؟ وهل يجوز اعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ واذا كان ذلك لا يجوز، كيف تصرف ولي الامر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطه بقيه الاهل واصرار الفتاه، علما بان مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنه رسوله؟ كيف تكون علاقه الاب مع ابنته او الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشه؟ هل يجوز له التبرؤ منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكله شيء من التفصيل في مجله الدعوه السعوديه، افادكم الله. على كل حال، هذه من البلاوي نسال الله العافيه. والمراه الزانيه لا تزوج حتى تتوب، اذا تابت تزوج، ولا تزوج وهي حامل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تسقي ماءك زرع غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لا يتزوج الحامل حتى تضع حملها. فالحامل من الزنا نعوذ بالله لا تزوج لا على عاشقها ولا على غيره، لا على الزاني ولا على غيره. اذا وضعت حملها بعدها لا تزوج، تمر بالتوبه والاقلاع والندم، وتزوج بعد ذلك على صاحبها وعلى غيره. والولد ان ضبطوه واكرموه وربوه ينسب الى امه، وعليها التوبه الى الله عز وجل. وان جعلوا في حضانه في البلاد مع الاولاد المحمولين خوفا من الفضيحه، وجعلوا الى من يصون من الناس فلا باس، اما قتله فلا يقتل، لا يجوز قتله، لكن اما ان تربيه وتصبر على الاذى وينسب اليها، والا ان تعطيه من يحسن اليه من النساء ويربيه، او الى حضانه الدوله تربيه وتقوم عليه الدوله. واما الزاني فلا يزوجها وهي حامل، بل متى وضعت وتابت الى الله فانه يزوجها، نسال الله السلامه والعافيه. يرثها هو الولد فيها يصونها ويؤدبوها ولا يتبرؤوا منها، بل على اهلها يصونوها ويؤدبها وليها لا تعود لمثل هذا، ويستر عليها مهما امكن، يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك. نعم. طيب، هو يفرض اللي زنى بها يعني اراد ان يصلح غلطته ويلتزم بزواجها، إذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج. نعم، الحمل ما هو بالله، ما ينسب إليه الحمل، الحمل ينسب لأمه. نعم. ما ينفع شيء، كانها بكر. هذا الزواج ما هو بشرعي. هذا الوطن ما هو بشرعي.